الصغير زينون رئيس الجامعة الملكية المغربية للسيارات العتيقة. فهاد المناسبة هي المناسبة ديال العيد المسيرة الخضراء المضفرة اللي كان أعلن لها المغفور لها الحسن الثاني. فاحنا دائما كنخلدوا الذكرى الغالية وهي ذكرى المسيرة الخضراء الذكرى 46. وبهذه المناسبة هذه احنا جد فرحانين التواجد ديالنا في مدينة مكناس مع جمعية مكناس اللي كيترأسها السي الحبيب. فاليوم هذا كتشوفوا الحضور مكتف، عدد السيارات اللي كنا كنتوقعوا فات العدد اللي كنا متوقعين، كنا متوقعين ما بين 120 130 سيارة، فوصلنا 150 سيارة. فهذا العدد هذا ما عمر شي جمعية وصلت له ولا شي جامعة يعني حتى في العالم ماشي غير في المغرب. فاحنا جد فخورين باش نكونوا في المرتبة الأولى، وكذلك الاحتفال ديالنا بعيد المسيرة فهو كيدخل في حب الوطن حب الراية المغربية والمشاركة ديال الجامعة مع جميع الجمعيات. فالجمعيات اللي حاضرين هم 35 جمعية من جميع أقاليم المملكة من طنجة للقويرة، وهذا يعني كيفرحنا بزاف باش نزيدوا الجامعة للأمام. وفيما يخص البرنامج فهو من مدينة مكناس إن شاء الله غادي يكون الاحتفالات، احنا بدينا احتفالات بالأمس الجمعة واليوم السبت وغدا الأحد 7 نوفمبر. فيعني نهار 12 غادي نكونوا في مدينة الدار البيضاء، كاين احتفال كذلك كبير بالمناسبتين، مناسبة عيد المسيرة والاحتفال بالدار البيضاء، وكذلك مناسبة اختيار أحسن سيارة أنيقة اللي غادي تفوز بهذا الكونكور اللي غادي يكون في يعني اللي كترأسه الجامعة الدولية للسيارات برئاسة السي أحمد النكموش بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية للسيارات العتيقة. فكندعو جميع الإخوان الشباب المغاربة والمتعطشين لهذا الرياضة ومحبي ومشجعي هذه الرياضة باش يحضروا معنا يعني الأسبوع المقبل إن شاء الله مدينة الدار البيضاء نهار 12 نوفمبر باش يكون تكمل الفرحة ديالنا. وكذلك كنسطروا البرنامج اللي هو آتي إن شاء الله. فغادي نبداو الرحلة ديالنا من مدينة الدار البيضاء لأكادير، ثم قلميم طنطان، ثم مدينة العيون، كذلك باش نكمل الاحتفالات ديالنا بالمسيرة الخضراء وباش يمشيو معنا الإخوان المشاركين. فملي غادي يتم الاختيار ديال السيارات غادي ناخذوا 46 سيارة بمناسبة الذكرى 46 اللي غنتوجهوا بها لمدينة العيون، فباش نحيطوا الاخوان علما باش يوجدوا السيارات ديالهم. وغادي يتم السيارات الاختيار ديالهم طبعا في الكونكور، فغتكون السيارات الفائزه هي اللي غادي توجه لمدينه العيون، وكذلك الاخوان اللي بغا يمشيو عن طواعيه فغادي يمشيو معنا. اما الاختيار غادي يكون على 46 سياره اللي غتكون ان شاء الله باش هي اللي غتكون سياره انيقه واحسن سياره اللي كانت عاصره المسيره الخضراء، ولهذا غادي نديوها كذلك باش تكون في المسيره ان شاء الله في شهر نوفمبر ان شاء الله. وهذا كنشكروا كذلك الجميع الاعضاء اللي حضروا والحكام الدوليين، كنشكروا السلطات المحليه ديال مدينه مكناس، السيد العامل، السيد الباشا، الدرك الملكي، الامن الوطني، القوات المساعده، كذلك رجال المطافي يعني الوقايه المدنيه. فكنشكروا جميع المجهودات اللي كيقوموا بها السلطات المدنيه والعسكريه مدينه مكناس، وكذلك الجمعيه والمجهودات اللي كيقوم بها رئيس الجمعيه والاخوه اللي مجندين معاه لهذا المهمه اللي هي مهمه وطنيه. فاحنا دائما الجامعه كتخلد المناسبات الوطنيه والاعياد الوطنيه من البدايه ديالنا فاش بدينا الجمعيات، يعني بدات كانت جمعيه واحده في الدار البيضاء وفي اكادير وانطلقنا حتى ولات عندنا 35 جمعيه. فالحمد لله كلهم ناشطين، كلهم متفقين، كلهم مناضلين. واللي خص يعرف الجميع ان هذه الجامعه هذه كتخسر اموال طائله من الجيوب ديال المناضلين وديال الاخوان ديال عشاق السيارات. فما عندناش دعم من اي وزاره الا بعد المستشارين هما اللي كيعاونونا شويه باش كنعاونوا يعني باش نبقاو شادين. ولهذا كنطلبوا كذلك من الجهات المسؤوله باش تشوف الدعم لهذه الجامعه وبالاخص هذه الوزاره الجديده ان شاء الله، باش ما تنساش الجامعه ديالنا باش تكون عندها حق، لان الجامعه اللي كتخسر الفلوس بزاف هي هذه وما كتاخذ والو. كاين الجامعات اللي ما كيديروا والو كياخذوا الفلوس. هذا هو اللي بغيت نقول لكم يعني باختصار على النبدا على الجامعه ديالنا وعلى الجمعيات اللي وصلنا فيهم دابا 35 جمعيه. فكنتمناهم الله باش يوصل هذا الصوت ديالنا لجميع الاخوان. وكذلك احنا راه دائما معكم فيما تكون شي جولات كنعلموا جميع الاخوان وجميع الجمعيات كيتواصلوا باش نكونوا. والحمد لله كنشكر جميع المشاركين وجميع رؤساء الجمعيات من طنجة للقويرة. سي فيصل، سي جعفر كذلك. فاحنا جد فخورين وفرحانين بهذا المشروع
اللي هو مشروع كبير سمح كيرمم السيارات يعني تال السيارات العتيقه اللي كنا كان صراحه كان وجدوا صعوبه باش نرموا السيارات العتيقه كنا كان. اما الحمد لله دابا ولا امير اب اللي هو موجود في مدينه مكناس ديال السي الصرغيني اللي رحب بينا وكبر بينا وكنطلبوا من الله باش الاخوان كلهم يعرفوا هذا المرآب هذا ونبداو ان شاء الله نقوموا باصلاح السيارات ديالنا هنايا باش نتهناو من ديك المشاكل وداك لان كنلقاو صعوبات. البياس كنجيبوه من خارج المغرب ولكن الاصلاح ما كنلقاوش نصلحوا السيارات. دابا الحمد لله غادي لقينا فين يعني الحمد لله السي جعفر الصرغيني راه معنا كذلك وغادي يكون معنا عضو في الجمعيه ديال مكناس وغادي يكون عضو في الجامعه ان شاء الله تعالى باش نكونوا غادي للامام بهذه الجامعه ان شاء الله نواصلوا الطريق ديالنا. وشكرا لكم جميعا ومرحبا بكم هاد الناس هادو مرحبا بهم مرحبا بجميع الملكيه للسيارات العتيقه مرحبا بكم وانا الله يحفظك شكرا لكم بارك الله عليك شكرا لك الرئيس محمد الخوار.